إيرنينج رح أحتاج فيه صورة موجودة برضو مع الفولدر. هلأ الويب بيج بس أنا أعمل لها ران رح تكون بهذا الشكل اللي أنتم شايفينه هون، هي عبارة عن هيدنج وعبارة عن باراجراف، بدي أطبق عليهم الستايلز المطلوبة في الديسكريبشن. في البداية طالب منك هون، بدي أرجع تحت على أول تاسك رح ننفذها، بحكي لك It's one background image، فهاي الصفحة كلها اللي لونها باللون الأسود وعليها هون صورة الأبل، هاي عبارة عن background image، والباك جراوند ايمج انا ضايفها لكل الصفحه، فمعناته انا هون وين بدي اضيفها؟ راح اضيفها على البادي، راح اضيفها على البادي. طبعا هون احنا اللاب الماضي شرحنا عن انواع الكاسكيدنج ستايل شيت، حكيت لك انه بامكانك تشتغل على الانلاين ستايل شيت او بتشتغل على الامبيدد ستايل شيت او على الاكسترنال ستايل شيت، فانت حر بالطريقه اللي بتستخدمها. اذا انا ما كنت محدد لك هلا، ممكن انا بالاساينمنت اكون محدد لك انه يوزنج انلاين ستايل شيت، اذا بتحلها بالامبيدد بخصم لك علامات، إذا طلبت منك embedded بدك تحل embedded، طلبت منك external بدك تحل external، فبدك تلتزم بالطريقة اللي أنا بطلبها منك. تمام شباب؟ فأول شغلة رح أعملها، رح أنا أشتغل اليوم بالembedded style sheet، أنا حابة أشتغل اليوم بالembedded style sheet. تمام؟ فرح أروح وين؟ على الهيدنج وأضيف فيها الستايل إليمنت زي ما أنتم شايفين، وأكتب بداخلها selectors اللي أنا بدي أضيفهم. في البداية رح أشتغل على البودي، أنا بدي أضيف خصائص للبادي، رح أفتح الكيرلي براكتس وعدل على خاصية اسمها باك جراوند إيمج. إذا أنا بقدر أضيف إيمج من خلال الباك جراوند إيمج. هلأ بدك تلاحظ إنه الفاليو اللي بدها تأخذها الباك جراوند إيمج هي عبارة عن URL، تمام؟ واليو آر إل رح يكون عبارة عن الباث لهاي الصورة، تمام؟ رح يكون باث لهاي الصورة. هلأ طبعا لازم تحط الباث إذا كانت الصورة موجودة خارج الفايل اللي أنت بتشتغل فيه، أو بتحط لي اسم الصورة والإكستنشن بكتفي فيهم في حال كان عندنا إيش الصورة موجودة بنفس الباث اللي أنا شغالة عليه بصفحة الويب. فأنا الصورة موجودة عندي already داخل نفس الفولدر، فرح أضيف فقط اسمها والإكستنشن إلها، الاسم wall.jpg. تمام شباب؟ طبعا هلا برضو انت بتقدر تضيف خصائص اخرى بالنسبه للباك جراوند، اما بتضيف باك جراوند ايمج، حاب تضيف باك جراوند كلر، بدك مثلا تحدد الريبيتيشن للصوره من خلال الباك جراوند ريبيت، مثلا بدي اخليها ريبيت انها تتكرر او نو ريبيت انها ما تتكرر. برضو بامكانك تثبت الصوره، طبعا انا هاي الصوره اللي ضايفها لانه حجمها كبير فماخذه كل الصفحه، فما بقدرش اطبق عليها الريبيت والاتاتشمنت. برضو في عندك خاصيه ثانيه اسمها الباك جراوند اتاتشمنت، مثلا بعطيها قيمه فيكست، بحيث انه انت لما تمشي بالسكرول بار بالصفحه اذا كان فيها عدد من المحتوى بدك تثبت الباك جراوند وما تتحرك معك بالسكرول، اوكي؟ فانا بحط الباك جراوند اتاتشمنت وقيمتها فيكست عشان اثبت الباك جراوند ما تتحرك معي بالسكرول بار. برضه شو في عندنا خصائص غير الايمج والكلر والريبيت؟ برضه البوزيشن، مثلا اذا في عندك صوره صغيره انت حاب تضيفها مثلا باعلى البيج، مثلا بحدد له انه انا بدي الباك جراوند بوزيشن قيمتها مثلا، لازم احدد طبعا احداثيين، بدك اياها مثلا توب رايت، بدك اياها توب ليفت، بدك اياها بوتوم رايت ليفت الى اخره. فانت هون بتقدر تحدد برضه البوزيشن للايمج. فانا هون طبقت واحده من الخصائص، ممكن بالاساينمنت اجيب لك اي خاصيه، تمام؟ فكوننا شرحنا موضوع الباك جراوند معناته انت مطالب باي بروبرتي موجوده على الباك جراوند. تمام شباب؟ في حدا عنده سؤال لحد هون؟ هلا رح اسيف البيج ورح نشوف هون الرن لهي الصفحه. لاحظ هي اضاف لي هون الباك جراوند ايمج على كل الصفحه اللي انا طالبها منه. تمام؟ في حدا عنده سؤال على الباك جراوند؟ اذا لازم تحدد الموقع الصوره من خلال اسمها والاكستنشن الها من خلال شيء اسمه يو ار ال، تمام؟ اللي هو طبعا بيعبر عن الباث للصوره. طيب هلا ننتقل ل الهيدنج. هلا راح ابلش بالهيدنج. هلا هون حاكي لك بالنسبه للهيدنج بدي اغير على الكلر للخط، الكلر اوف تكست بدي اياه بهذا اللون. طبعا اللون ممكن تكتبه كتابه، ممكن تعطيه بالرموز بهذا الشكل. فانا هلا معطيك بدي تغير لي اياه بهذا اللون، وبدي الالاينمنت تو سنتر، التكست بدي المحاذاه له تكون سنتر. طبعا انت بتعرف انه التكست الاينمنت ممكن تكون ليفت، ممكن تكون رايت، ممكن تكون سنتر، ممكن تكون جاستيفاي، تمام؟ برضه بدي اغير على الباك جراوند كلر واخليها جرين. وبرضه نيجي للمطلوب الاخير وبنحكي عنه لما اخلص ال 3 بروبرتيز الموجودين هون.
هلا بدي اغير الكلر للخط، فانا بقدر اضيفه هون من خلال الاتش 1. طبعا رح اضيف الاتش 1، رح اخلي الفونت كلر الها باللون اللي مطلوب مني. فعن طريق كلر بروبريتي انا بحدد لون الخط. شو اللون؟ طبعا انا هون بدي اعمل كوبي للخط الموجود عندي او للون. رح اضيفه على الصفحة هون. برضه ايش بدنا نعدل؟ ايش حكالنا؟ الباك جراوند كلر. اذا بدي اعدل لون الخلفية، الباك جراوند كلر بدي اياها باللون الجرين. اوكي، هي رح اسيفها. وبرضه شو طلب منا؟ التكست الاين. انا بقدر احدد الالاينمنت من خلال خاصية اسمها تكست الاين، وبدي اياها تكون سنتر. تمام، بسيف وخلينا نشوف ايش رح يصير معانا هون بالصفحة. هلأ لاحظ ضاف لي الخصائص اللي أنا أو الستايل اللي أنا طلبته على هاي الهيدنج. تمام، لحد هون في سؤال شباب؟ في سؤال؟ بس أنا بسأل بس عشان أحس إنه أنتوا معي، مش طافي المايك، ما فيش مشكلة تقنية. معي دكتورة، لحد الآن في إشي مش مفهوم مس؟ لا تمام. تمام. هلا بيحكي لي بالمطلوب الاخير على الهيدنج increase the distance between h1 and paragraph بمقدار 3 em. طبعا الاي ام بنعرف انها هي وحده من الميجرمنتس اللي انا بقدر استخدمها في الويب ديزاين. تمام، فطالب مني ازيد المسافه الموجوده ما بين الh1 وما بين الباراجراف الموجوده تحتها. هاي الخاصيه شو بنسميها؟ شو بنسمي المسافه بين element والother outside elements الموجوده على البيج؟ منسميها المارجن. إذا منسميها المارجن. فلاحظ أنا هون في عندي مارجنز من عدة جهات بالنسبة للH1، من التوب، من البوتوم، من الليفت، من الرايت. أنا طالب أنك تعدل هاي الخاصية بين الH1 والباراجراف، فلاحظ. فأنا هون رح أستخدم المارجن بوتوم. مارجن بوتوم، هلا إذا أنت ما بتحدد له جهة معينة هو رح يعتبر المارجن كاملة، من الليفت، من الرايت، من التوب، من البوتوم إلى آخره. فأنا هون بدي أحدد له إيش تكون المسافة. مارجن بوتوم، مارجن داش بوتوم، بدي اياها مارجن بوتوم، بدي اعطيها قيمه بمقدار 3 em حسب ما هو طالب مني. تمام، بسيف الصفحه. طبعا هون بوتوم فيها خطا. اوكي، مارجن بوتوم. هلا رح اسيف. رح تلاحظ انه رح يصير في عندنا مسافه ما بين الاتش 1 وما بين الباراجراف بالمقدار اللي انا اعطيته اياه. تمام، هلا بصير شوي واضح لما انا اعدل على الباراجراف لانه لساتها بالخط باللون الاسود. تمام شباب، لحد هون؟ صبايا في حدا عنده سؤال؟ اذا عدلنا على المارجن من جهه البوتوم بالنسبه للاتش 1 مع الباراجراف. هلا بدي اجي على الباراجراف، اعدل على الباراجراف. بحكي لي it's one paragraph. طبعا انا عامله هون paragraph مكونه من اكثر من لاين، هذا الحكي بتشوفوه هون في التاجز الموجوده هون. لاحظ انا عامله اكثر من سطر في نفس الباراجراف. هلا طبعا في البدايه بحكي لك change the font color and size to 18 point. بدي اعدل لون الخط واعدل حجم الخط ل 18 point. زي ما انتم شايفين انا عامله اللون باللون الابيض، فرح اعدل على الباراجراف. هون برضو رح أضيف الـ P element. P element ورح أعطيها الكلر للتكست باللون الوايت. وبرضو الفونت سايز بعدله من خلال بروبريتي اسمها فونت سايز، وبعطيها بمقدار 18 بوينت. برضو إيش طالب منك بالستايل؟ طالب منك برضو تزيد الاندنتيشن of first line 3 am. شو يعني اندنتيشن؟ الاندنتيشن هي المسافة اللي بتتركها على أول سطر في الفقرة. تمام؟ إذن هي المسافة اللي إحنا بنتركها عند أول سطر في الفقرة. فأنا بقدر أحددها من خلال text indent. text indent هي اللي بتحدد لك مقدار الاندنتيشن لهاي الباراجراف. فبحدد له إياها، بدي إياها بمقدار إيش اللي أنا أعطيك إياها؟ بمقدار 3 em. فأنا رح أضيف له 3 em. تمام لحد هون. إذا أنا التكست اندنت هي عبارة عن الاندنتيشن اللي هي السبيس اللي أنت بتتركها على الفيرست لاين من الباراجراف. بكمل. هلأ شو طالب منك كمان؟ تعدل الباك جراوند كلر للون الأحمر. برضه مكررة هاي الخاصية اللي هي باك جراوند كلر.
بدي اياها باللون الريد وبسيف برضه. increase the distance between the contents and the border 1 em. طب خليني اول شيء انا اعمل run عشان اورجيك شغله قبل ما اطبق الخاصيه الثانيه. هلا لاحظ هاي الاندنتيشن اللي انا عملتها هون، هيها قبل كلمه ابل صار في عندي سبيس بمقدار 3 em لانه انا زدت الاندنتيشن. هلا لاحظ لي الخط مع البوردر الاحمر اللي موجود عندك، الكلمات تقريبا متقاربه جدا بالنسبه للبوردر. تمام. هلا انا بالبروبرتي الثانيه الاخيره اللي بالنسبه للباراجراف بحكي لك increase the distance between the contents and the border. هلا انا بدي ازيد المسافه، هاي شايفين هون بالصفحه في مسافه صارت ما بين البوردر الاحمر وما بين التكست الموجود بداخلها. هاي المسافه اللي بتكون ما بين الكونتنت او التكست ومع البوردر اللي موجود حواليها بنسميها البادنج، بنسميها البادنج. فانا هون بدي ازيد البادنج بمقدار 1 em. رح أزيد البادنج بمقدار 1 em. إذن هي اسمها بادنج، رح أعطيها بمقدار 1 em. واضح شباب الفرق ما بين المارجن والبادنج؟ البادنج هي المسافة ما بين التكست اللي موجودة إنسايد البوردر، أوكي؟ التكست الموجودة إنسايد البوردر والبوردر نفسه، المسافة ما بين النص والبوردر الموجود حواليها. بينما المارجن هي المسافة ما بين إليمنت والأوتسايد إليمنتس على نفس البيج، المسافة بين إليمنت وإليمنتس كأنك بتعمل حدود للصفحة. مهندسة مارجنز هوامش. تقدر تعيد بس الفرق بين البادنج والمارجن لأنه بعمل confusion between them. ما يلا خليني برن لهاي الصفحة. أوكي خليني أعمل رن للصفحة. هلأ لاحظ أنا زدت البادنج فصار في مسافة، هاي لاحظ المسافة من هون بين الأول اللاين بين البوردر الأحمر والنص بالضبط، وهون لاحظ هاي كمان في مسافة من الأعلى في هون كمان مسافة من الأسفل. أوكي هاي المسافة إيش منسميها؟ منسميها البادنج. البادنج هي الديستانس ما بين الكونتنت والبوردر، تمام؟ هاي المسافة اللي هون بين النص والبوردر. بينما المارجن هي المسافة بين إليمنت وآخر. طلع هاي أنا عملت مسافة من الأبل للباراجراف، أوكي، من الهيدنج الأخضر للباراجراف اللي لونها أحمر بمقدار معين، هاي المسافة سميتها مارجن، أوكي. وأنا كنت محدد له إنه بدي المارجن من الأسفل. لاحظ من الأعلى ما أخذ مارجن لأني ما حكيت المارجن توب، ما حددت له. لكن إذا أعطيته مارجن لحالها وحددت له إنه مثلا بدي إياها 3 em رح ياخذ المارجن من كل الجهات، بس انا حددت له بدي اياها فقط من التوب، فاخذها فقط من التوب بالنسبه للاتش 1. تمام شباب؟ وضحت الفكره بين المارجن والبادنج. والبوردر هو زي الاوتر هيك، يعني الغلاف الخارجي للبورد. بالضبط، هي الفرق ما بين الاليمنت والاوتسايد اليمنتس الموجودين على نفس الصفحه. بينما البادنج هي السبيس ما بين التكست والبوردر اللي موجود حواليها. تمام شباب؟ وضحت الفكره؟ ماشي. في حدا مش فاهم الفرق بين البادنج والمارجن؟ طبعا البادنج نفس الشيء بقدر احدد له مكان معين، يعني احكي له بادنج ليفت، بادنج رايت، بادنج توب، بقدر برضو احدد البادنج. خلينا نجربها، شو رايكم اجرب لكم اياها على الاتش 1؟ خليني احكي له بادنج توب. خلينا نجرب على الاتش 1 هون، نحكي له بدنا كمان بادنج توب بمقدار مثلا 2 em. هاي بادنج، بادنج داش توب بدي اياها بمقدار 2 em. تمام، هني اسيف هون، اعمل ريلود للصفحه. لاحظ هي صار في عندنا هون بادنج من الاعلى مسافه ما بين النص وما بين اوكي. لاحظ بس ما عدل لي اياها من الليفت، من سوري من البوتوم، من التوب مش زي الباراجراف. هون الباراجراف عدل ليها كامله لانه انا حكيت له بادنج، ما حددت له لا ليفت ولا رايت ولا غيره، فبادنج رح ياخذها من جميع الاتجاهات. واضحه شباب؟ وضحت نفس الفكره ما بين البادنج والمارجنز. طب انا هون رح اشيلها عشان ما تتلخبطوا بالديسكربشن بتحكوا لي هاي مش موجوده. تمام، اذا هيك خلصنا المطلوب منا الستايل اللي بدنا نعمله على الباراجراف. هلا نيجي لشو؟ نيجي ل مطلوب اخر. هلا مطلوب منك هون تعمل ديفيجن، تعمل ديفيجن. هلا الديفيجن اللي هو شايفينه هذا المربع اللي باللون الرمادي اللي حواليه بوردر وله سكرول بار،
موجود او محاط بال H1 والباراجراف. هلا شو يعني ديف؟ الديف هو ديفيجن. شو يعني ديفيجن؟ ديفيجن والسبان هم عباره عن بنسميهم elements احنا بنقدر نحط فيهم جروب اوف elements وتعامل معاهم كانهم element واحد. هلا شو اللي بيفرق الديف عن السبان؟ انه السبان هو بنسميه الانلاين ليفل element، بينما الديفيجن هو عباره عن بلوك ليفل اليمنت. شو يعني بلوك؟ يعني بلوك مكون من جروب اوف اليمنتس. مثلا انا هون بالصفحه حاطط لك هيدنج وحاطط لك باراجراف بنفس الديفيجن، هي شايفينه، هاي بدايه الديفيجن وهي تسكيرتها. شو حاط بداخلها؟ انا حاطه بداخلها تو اليمنتس اللي هم الهيدنج والباراجراف. فهدول التو اليمنتس اللي انا حطيتهم جوا الديفيجن بصير اتعامل معاهم كانهم بلوك واحد او كانهم اليمنت واحد، وبعدل الستايل لهم. تمام شباب؟ فطبعا احنا هون بنستفيد من الديفيجن والسبان انه مثلا شغله تنظيميه او ترتيبيه بالصفحه، انت بدك ترتب الاليمنتس تبعونك وتطبق عليهم خصائص معينه، فبتقدر انت تعمل الديفيجن. بينما السبان انه انت بتشتغلها على لاين معين او على اليمنت معينه، زي الايمج، زي اللينك، زي مثلا انا عندي وورد معينه بفقره معينه بدي اميزها او اعطيها ستايل مختلف عن غيرها، فبعطيها ايش؟ بعطيها عن طريق السبان اليمنت. انت بتقدر تميز ستايل لشيء معين بدون ما ياثر على الاذر اليمنتس اللي موجودين حواليه. تمام، وصلت الفكره من ديفيجن والسبان؟ اذا هم عباره عن اليمنتس انت بتقدر تشتغلهم عشان تحط فيهم اليمنتس معينه. اذا ديفيجن بقدر احط فيها جروب اوف اليمنتس، اذا سبان بقدر احددها انا على لاين معين او على شيء معين داخل الصفحه. واضحه مس؟ هلا بدي اجي هون الديفيجن اللي بدي اتعامل معاه كون بلوك، بدي اغير الباك جراوند كلر له. اذا بغير الباك جراوند، بروح هون بحكي له الديف، الديف ضيف لي الديف وخلي لي هذا الديف ياخذ الباك جراوند كلر باللون اللي احنا شايفينه. شو اللون اللي عندنا؟ انا حاطه اللون الجراي، فيش داعي اكتبه لانه مبين عندي بالرسمه جراي. شو كمان معطيك تعدل؟ احكي لك عدل لي الدايمنشنز. شو يعني دايمنشنز؟ دايمنشنز اللي هي الويت والهايت بالنسبه لهذا الاليمنت. اذا الويت بدي اياه 60%. شو يعني 60%؟ يعني 60% من عرض الصفحه. والهايت بدي اياه 50%، يعني الهايت خليه 50% من الهايت للصفحه، اللي هو طبعا شو الهايت للصفحه؟ ديفولت هايت. تمام، الديفولت هايت. فهلا انا راح احدد له الدايمنشن من خلال الويث. طبعا انت لحالك لازم تفهم شو يعني دايمنشن. الدايمنشن اللي هي الويث والهايت. تمام، فالويث بدي اياه زي ما حكيت لك 50%، والهايت برضه بدي اياه بمقدار 60%. واضحة الدايمنشنز شباب؟ شو يعني دايمنشنز؟ يعني ويدث وهايت للإليمنت أنا بعطيه إياها من العرض، والطول الديفولت للديفولت للصفحة. تمام؟ فهلا برضو بحكي لك أنا عكستهم، المفروض 60% العرض والهايت بدي إياها 50%، بس عشان ما تتلخبط معانا شكل الصفحة. أوكي؟ هلا خليني اعمل رن للصفحه عشان اشوف تاثير هاي الستايل شو صار. لاحظ هاي ضاف لي ديفيجن، هذا الديفيجن ايوه باللون الرمادي. طبعا لسه انا ما كملت الباقي الاشياء عشان يظهر معك زي ما هو ظاهر، وبرضه لحد الان ما عدلتش شيء الا على الويدث والهايت. تمام، هلا باجي للمطلوب اللي وراء، بحكي لك اعمل بوردر. هذا البوردر بده يتكون من ثلاثه بروبريتيز اللي هم الكلر، بدي اعدل على الكلر لهذا البوردر، وبدي اعدل على الثيكنس له. شو يعني الثيكنس؟ يعني الويث، الويث لهذا البوردر، عرضه قديش سمكه. اوكي، برضه الستايل شو نوعه؟ هل هو سوليد؟ هل هو دوتيد؟ هل هو داشت؟ هل هو انست او اوتست الى اخره؟ في عندك مجموعه من القيم اللي بتاخذها البوردر ستايل. تمام، فانا هون انا عامله داشت، لاحظ عامله داشت وعامله بنفس اللون اللي انا عملت فيه كلمه ابل هون. اوكي، فرح استخدم الستايل للبوردر بهذا الشكل. هلا كيف بضيف البوردر انا؟ كيف بضيف البوردر؟ هلا في عندك طريقتين تضيف البوردر، يا اما انك بتفصل البروبريتيز تفصيل، يعني بحكي له بوردر، بوردر داش ستايل وبعطيه قيمه، او بحكي له بوردر داش كلر وبعطيه لون.
تمام، او بحكي له border dash width وبعطيه قيمة للعرض لهذا البوردر. او طريقة تانية اسهل لك انك تحط بس البروبريتي للبوردر بهذا الشكل واعطيها 3 values مباشرة. هلا انا بدي سمكه او الويدث له 4 بكسل، تمام، بحط سبيس وبروح للقيمة الثانية. شو القيمة الثانية؟ بدي الكلر. هلا الكلر انا بدي اياه نفس هذا اللون، تتذكروا اللي انا عملته هون بالرموز. اوكي، رح اعمل له كوبي ورح اضيفه هون، بدي لونه بهذا اللون، وبدي الستايل سبيس. لاحظ هون فصلت بينهم بسبيسز، بحط سبيس وبعدين بحط الستايل. انا بدي اياه داشت، بكتب الستايل له. فهيك انا حددت 3 things بالبوردر: الويث، الكلر، والستايل. اوكي، او زي ما حكيت لك بتفصل كل بروبرتي لحالها وبتعطيها قيمتها. اوكي، واضحه لهون البوردر شباب؟ مهندس، هو اعطانا البوردر ولا الويث اعطانا اياه ولا احنا بنحط من عندنا؟ لا، انا بعطيه ويث. مش محدد السؤال. لا، انا اعطيته ويث 4 بكسل. اوكي، اذا انت ما حددت له ويث هو رح يعطيه الديفولت من عنده، بعرفش قديش قيمته يعني، بس انه بيكون البوردر يا دوب مبين يعني، بيكون صغير. اوكي، فانت بدك تزيده، بتحدد المقدار اللي انت بدك اياه. شباب كمان 10 دقائق رح تطفي الميتنج. اوكي، رح ارجع اجددها كمان مره بس عشان اذا طفت باي وقت انك تكون عارف انك بدك ترجع معنا كمان مره على الميتنج. واضح لحد هون بالنسبه للبوردر؟ واضح شباب؟ حدا عنده سؤال؟ خليني انفذ بس هاي قبل ما انتقل للاذر ستايلز. رح انفذ الصفحه هون. لاحظ هاي اعطاني هون بوردر على الصفحه باللون اللي انا حددت له اياه وبالمقدار الثيكنس اللي انا اعطيته اياه بالاضافه للستايل اللي هو داشت. واضح شباب لحد هون؟ حد عنده سؤال؟ طب انتقل للبروبرتي اللي وراها. شو بيحكي لي؟ بدي اعدل البوزيشن اوف ذات ديفيجن. بدي اعدل البوزيشن. هلا بتعرف انت او تعلمت نوعين من البوزيشن: الريلاتيف بوزيشن والابسولوت بوزيشن. شو يعني absolute position؟ absolute position إنه أنت بدك تعدل position للإليمنت على البيج at as all. يعني أنا بدي أحدد موقعه على الصفحة كاملة. أوكي، فلما أنا بدي أعطيه absolute position معناته أنا بدي زي كأني بدي أحرره من position القديم أو الديفولت اللي بيعطيه إياه بالصفحة وأحط له إحداثيات جديدة. تمام، فأنا هون بدي أعدل هذا الموقع لهذا الإليمنت الديفيجن كامل. بدي أعمل له تعديل للبوزيشن من جهة التوب ومن جهة الليفت بمقدار 100 بكسل بالنسبة للصفحة. فأنا هون شو بدي أشتغل؟ بدي أشتغل أبسوليوت. إذن هون رح أشتغل أبسوليوت، بينما الريلاتيف أنت بدك تعدل على موقع الإليمنت بالنسبة للموقع القديم. أوكي، بالنسبة لموقعه القديم. أنا هون بدي أعدل على مستوى الصفحة كاملة، فإذا أنا هون رح أستخدم الأبسوليوت بوزيشن، فرح أعدل هون على خاصية اسمها بوزيشن وأعطيها قيمة أبسوليوت عشان أحدد له شو نوع البوزيشن اللي أنا شغالة عليه. وبعطيه إحداثيات، إحداثيات أنا بدي أعدلها من التوب بمقدار 100 بكسل ومن الليفت بمقدار برضه 100 بكسل. بسيف ونشوف البوزيشن كيف صار معنا بالنسبة لهذا الديفيجن. هاي لاحظ اتحرك من هون بمقدار 100 بكسل وتحرك برضو من هون بمقدار 100 بكسل بالنسبة للصفحة كاملة. تمام، بالنسبة للصفحة كاملة. طيب هلأ ننتقل للأذر بروبريتيز. Increase the distance between the content and the border بمقدار 2 em. Increase the distance between contents and border بمقدار 2 em. شو بنسميها هاي البروبريتي؟ لما ازيد انا المسافه ما بين الكونتنت والبوردر بسميها البادنج. اذا ايش بسميها؟ البادنج، تعرفنا عليها قبل شوي. فانا هون مش محدد لك جهه معينه، فبدي اياها كامله. لاحظ انا ماخذه من جميع الاطراف، من الرايت، من الليفت، من البوتوم ومن التوب. اوكي، هلا شو بعدلها؟ بعدل له على خاصية اسمها padding. البادنج هون قديش بدي اياها؟ قديش بدك اياها البادنج هون؟ بمقدار 2 em. بحدد له اياها 2 em. بسيب. برضه اخر بروبريتي مطلوبة منك على هاي الديفيجن انك تعرض السكرول. هلا لاحظ لما بيكون في عندك الويدث والهايت ابعادهم
مش متناسقة مع الكونتنت الموجود بداخلها. يعني أنا عندي الفقرة أكبر من الهايت أو أكبر من الويث، في هاي الحالة ممكن التكست عندك يخرج خارج الديفيجر. فعشان أنا أضبط هذا الوضع، أو أنه مثلاً بدي أستخدم السكرول بار عشان أنا أستعرض باقي الكونتنت اللي مش ظاهرة عندي، بظهرها من خلال بروبرتي اسمها overflow. إذا بحددها من خلال overflow property. الoverflow هون بدي إياها قيمتها تكون scroll، بخليها تكون بمقدار إيش أو بالvalue scroll. إذا بسيف، خلينا نعمل run للصفحة. لاحظ هلأ الكونتنت بطلت طالعة برا الديفيجن، صارت داخل الديفيجن وبقدر أستعرضها من خلال scroll bar. تمام، واضح شباب؟ لاحظ البادنج اللي أنا عملتها، هاي البادنج صار في مسافة ما بين التكست وما بين البوردر للديفيجن بمقدار معين، اللي أنا البادنج اللي حددت له إياها. واضحة شباب؟ واضحة. إذا كيف أنا بظهر السكرول بار؟ عن طريق خاصية اسمها overflow، وبعطيها قيمة scroll. كيف؟ حد عنده سؤال لهون بالنسبة للديفيجن؟ طيب هلا نيجي للسبان. هون عندنا سبان، في عندنا كلمة largest. لاحظ احنا شو عاملين فيها، مغيرين لونها عن باقي التكست، مغيرين للثيكنس إلها، هي بول برضه معطينها border color، وبرضه ايش كمان مغيرين position إلها بالنسبة لللاين اللي هي موجودة فيه. فلهاي الخصائص كيف بدنا نعدلها على السبان؟ زي ما حكيت لك، السبان هي عبارة عن element انت بتستخدمه عشان تعدل ستايل لإشي معين عندك بالصفحة. هاي لاحظ أنا حاصرة كلمة largest بسبان element، هاي شايفينها، وبدي أطبق عليها ستايل معين رح تاخده هي عن دون غيرها. تمام، فباجي هون، طبعا هي هون ما رح تتأثر بالستايلز الأخرى، هي خلص خصت كلمة largest بستايل. هذا اللون اللي موجود عندي هون بالرموز، هي تعطيه نفس اللون سيمي كولون. برضه بدي اعدل ايش كمان؟ بدي اعدل على البوزيشن. لاحظ انا بدي اعدل على البوزيشن. هلا لاحظ البوزيشن، انا بعدل البوزيشن من موقعها القديم مش بالنسبه للصفحه كامله. اذا هون البوزيشن عندي شو بده يكون؟ ريلاتيف. اذا البوزيشن نوعه ريلاتيف، فبحط له بوزيشن ريلاتيف. شو قيمته هلا؟ شو الابعاد اللي انا بدي اعملها ازاحه؟ طبعا الريلاتيف بوزيشن زي كانك انت بتعمل ازاحه للشيء اللي انت بدك تحدده بمقدار معين. انا بدي اعملها ازاحه للاعلى بمقدار 10 بكسل، مقدار 10 بكسل. لاحظ دائما الريلاتيف بوزيشن لازم ياخذ قيم سالبه عشان يشتغل معك صح. يعني انت بدك تعمل شيفت للاعلى معناته انا ناقص 10، بدي اعمل شيفت للاسفل بعطيه 10. اوكي اوكي، لاحظ هو بيشتغل بالعكس. يعني انا بدي اشتغل على الريلاتيف بوزيشن لازم تكون قيمه سالبه، اذا خربطت واعطيته قيمه موجبه رح يصير يشتغل معك بالعكس. يعني لو اعطيته توب 10 رح ينزل لتحت. اوكي واضح شباب؟ بدك تنزله لتحت بتحكي له بوتوم سالب 10. اذا قيم البوزيشن بالريلاتيف بتكون بالقيم نيجاتيف. تمام، خلينا نشوف هون تاثير الستايل اللي انا عدلته. هاي لاحظ اخذت باك جراوند وعملت شيفت للاعلى بمقدار 10 بكسل، بمقدار 10 بكسل. طيب ضايل عندنا ايش نحدد هون؟ برضه شو طالب منا؟ مفهوم شباب الريلاتيف بوزيشن؟ مفهوم؟ طيب هلا بحكي لك change the font color and make it bold. كيف بدي اغير على الفونت كلر؟ اكيد صرنا عارفين من خلال الكلر بروبرتي، بدي اياها باللون البلاك. وكيف بحدد البولدنس او الثيكنس للخط؟ من خلال الفونت ويت. فونت ويت بدي اياها تكون ايش؟ بولد. اذا الفونت ويت بدي اياها تكون بولد. خلينا نسيف ونشوف شو راح يعطينا. لاحظ هاي عمل لي اياها بولد، وعملها ازاحه للاعلى بمقدار 10 بكسل، اخذت باك جراوند، وبالاضافه لايش؟ شو كمان عدلنا؟ بس هدول الخصائص اللي احنا عدلناهم على السبان.
واضح لحد هون شباب؟ في حدا مش فاهم؟ في حدا مش فاهم أي نقطة أنا عملتها؟ الكل فاهم ماشي معي؟ يس يس. طيب هلا آخر نقطة معاي هون، إن شاء الله أخلصها قبل الميتنج عشان ننهي الميتنج، تمام؟ هلا آخر نقطة حكي لك إنه let the content float right around the each one element. حط ال property float right. بالضبط، أنا بدي أعمل float لل H1 بمقدار إيش؟ بجهة ال right، فبحكي له float right. إذا float right وبسيف. إذا float right وبسيف الصفحة. لاحظ شو بيعمل؟ بيعمل لها moving أو shifting بجهة ال right، وبتكون إيش؟ flows around other elements، يعني بدون ما تأثر على غيرها، بس هي عاملها إيش؟ floating على جهة ال right. واضح شباب؟ واضح. طبعا هاي الخطوة أنا ضفتها زيادة لأنه أنا هون بالصفحة مش مبين لك إياها، أوكي، بس عشان تميز، أنا بدي عشان تميز المارجنز وتميز البادنج، عشان هيك ما عملت لك شكل الصفحة بالشكل النهائي الموجود عندي هون، تمام؟ واضحة خاصية الفلوت؟ إذا أنا حكيت لك الأسبوع القادم إن شاء الله، أنا يعني رجعت بس بدي أشوف إذا في حد عنده أسئلة، حدا مش فاهم نقطة معينة يحكي لي. مهندس هلا. هاي البي آر هسل هذا الباراجراف طلع كل شيء تمام، بس هو البريك لاين أنا تبعتي البرنامج بشتغل عليه فيجوال كود، فما طلع هاي البريك اللي هيك الخطوط السبيسز لهت. أي كل شيء صح، بس هذا شايف السبيس بين الكلام. أيوة مس يمكن الريزوليوشن معدل شوي للصفحة، لأنه أنا إذا بعدل الريزوليوشن للصفحة بصغر حجم الصفحة، ممكن تظهر عندك بشكل مختلف أو عندي بشكل مختلف، أوكي. فأنا لما التقطت لك الصفحة بأخذها بريزوليوشن أو بحجم معين على الويب بيج، هيك قصدك صح؟ لا لا، أنا اللي طلع عندي بس فتحت الويب سايت كان كله مع بعض الخطوط، يعني الباراجراف كامل فيوش سبيس، يعني كله داخل بعضه، مش داخل بعضه بمعنى انه كلمات داخله، بس انه ما فيش. قصدك ما فيش بريك لاين بيناتهم؟ ايوه. شو بتستخدم انت؟ اي براوزر؟ فيجوال كود. طيب جرب على الانترنت اكسبلورر او على الكروم مس، لانه احنا يعني حتى التصحيح ما بيكون هيك يعني على هدول، فحاول استخدم نفس البراوزرز اللي احنا بنستخدمهم. تمام اوكي شباب، حد عنده سؤال عن محاضره اليوم؟ طبعا زي ما حكينا الاسبوع الجاي رح يكون عندنا assignment بشابتر الكاسكيدنج ستايل شيتس. طبعا اي موضوع احنا حكينا عنه رح يكون عادي، يعني ممكن انا مثلا حكيت اليوم عن الباك جراوند ايمج، ممكن اجيب لك اي خاصيه، تمام؟ فمش انه بس الاشياء اللي انا شابتر كامل داخل معاه، تمام؟ فممكن تكون مطالب مختلفه عن المطالب اللي انا طالبها هون بالبراكتس. فعلى نفس المبدا انا رح اجيب لك ويب بيج وانت رح تطبق عليها الستايل اللي انا طالبه منك. زي ما حكيت لك اذا حددت لك انلاين ستايل بدك تستخدم الانلاين، حددت لك امبيدد بدك تستخدم الامبيدد الى اخره، تمام؟ فبدك تلتزم بالمطالب. ما تحكوليش مس انا عملت رن للاساينمنت وكل شيء تمام وشغال، زي ما حكيت لك انا بصحح على الكود ما بصححش على الرن، الرن كله ما بتطلع عليه، تمام؟ انا بتطلع على الكود بصلح على الكود، في عندي شغله معينه عاملها بتاخذ علامتها، مش عاملها بتنخصم لك العلامه، تمام؟ فالاسايمنت رح تكون نازله على الصفحه الرئيسيه لنفسها اللي احنا داخلين منها اليوم على الميتنج. رح انزل الاسايمنت من الساعه 3 لل 6 مبدئيا، زي الاسايمنت الاولى، الا اذا صار في شيء ثاني تعدل من قبل الاساتذه ببعثوا لنا. اذا بعثوا لنا ساعتها انا رح احط لك اعلان على الاي ليرنينج، وبرضه رح احط لك اعلان تنبيهي انه الاسايمنت رح تكون يوم الخميس من الساعه كذا للساعه كذا. مش اليوم في اسايمنت؟ اليوم ولا الاسبوع الجاي؟ بس بتشابتر كاسكيدنج ستايل شيت. طب بدي اسالك سؤال، انا معك بلاب داتابيس هشام عبنده اللاب الفور الواجب تبع يوم الاثنين. يس انا بعثت لك اياه زي تي اكس تي نوت باد، تمام؟ انا هيك بدي بس حطيت الكودات للاجوبه للاسئله اللي انت طالبيتها، تمام؟ هذا المطلوب. ماشي اوكي ماشي، بس بدناش ندخل موضوع ال201 مع الداتابيس.
اوكي هو الشاب بيسالني عن اساينمنت داتابيز شباب، اوكي ما لهاش علاقه بال 201. طيب هلا زي ما حكيت لكم الاساينمنت الاسبوع الجاي رح تنحط بنفس موعد اللاب من الساعه 3 لل 6 زي الاساينمنت الماضيه. بعد محاضرتكم بننزل لكم الفايل للاساينمنت تشتغلها وتعمل لها ابلود، رح يكون اللينك موجود على الصفحه الرئيسيه اللي انتم داخلين منها اليوم، مش على صفحه شعبه رقم 6. وزي ما حكيت لكم اي طالب رح يكون في عنده تعارض بامتحان مد مع موعد الاساينمنت اللي انا رح انزلها بيبعث لي مسج انه هو عنده امتحان كذا بالموعد كذا ورح يعوض بالشعبه الفلانيه عند المس فلانه، تمام؟ عشان انا اكون عارف من وين رح اجيب علامتك من اي مس. اي مس رح اضيع علامتك انا ما لي علاقه، لا تحكي لي انا سلمت ومس حرام دوري لي زي ما في طلاب عملوا. اوكي فانا مش يعني انا مش المفروض اني اروح اركض ورا المسات وادور احكي لها فلان عوض عندك، لا احنا عندنا 6 شعب شباب، فيعني مستحيل. خلص الك شغل عندي مرفوع على الاي ليرنينج صلحت لك، مش مرفوع شغلك انا مش المفروض ادور عليه، المفروض بس المس تصحح تجيب لي اياه او تبعث لي علامته، تمام شباب؟ فالطلاب اللي لحد الان ما لهمش علامه وهم ممتحنين بشعب ثانيه بس تصحح المس بتبعث لي علامتك وبنزلها انا فورا. فيعني اللي ما كان فيه له علامة كل مرة يشيك على الملف اللي فيه العلامات، لأنه أنا كل مرة بعمل له أبديت حسب العلامات اللي بتوصلني، تمام؟ يعطيكم العافية شباب، وإن شاء الله رح أنزل لكم كمان شوي البراكتس اللي اشتغلنا اليوم مع الصفحة اللي طبقنا عليها والصفحة بعد التطبيق، يعني شغلنا لليوم مع كل إشي رح أنزل لكم إياه وأنزل اللينك للفيديو، تمام؟ يعطيكم العافية وإن شاء الله موفقين بالأسايمنت الجاي، يعطيكم العافية.